اليوم موضوعنا راح يكون عن الترانزيشن جراف. هيك احنا خلصنا الفاينايت اوتوماتا واعطينا امثله، تمام، وبتمنى تكونوا فهمتوا. طيب اذا في الدروس السابقه فهمنا شو الفاينايت اوتوماتا، تمام، وفهمنا انه كيف احنا صرنا نشغل ماشين وكيف انه اخذنا امثله، تمام. طيب اذا ايش الترانزيشن جراف؟ الترانزيشن جراف هي نفس الفاينايت اوتوماتا، يعني نفس الفاينايت اوتوماتا من اي ناحيه، يعني من ناحيه كيف انه نفس الفاينايت اوتوماتا، نفس الاشي انه بقرا احرف وبودوني اكسبت او ريجكت، وفي عندي ستيتس، تمام، وفي عندي ترانزيشن. اذا الاشياء اللي الموجوده في الترانزيشن جراف، اوكي، اللي هي حكينا نفس هناك الفاينايت اوتوماتا، اللي هي مثلا فاينايت سيت اوف ستيتس، اوكي، وحكينا كمان انه لازم انه احنا يكون في عندنا الفابيت، ولا انا كيف بدي اعرف يعني، تمام، اللي هو ايش الفابيت، تمام، ولازم كمان ايش يكون عندنا ترانزيشن. وحكينا احنا كمان ممكن انه احنا نمثل الفاينايت اوتوماتا بالشكل هاد، حكينا حيث انه هاي اللي هي الستيتس، تمام، الستيتس الموجودة، اوكي، وحكينا هاي اللي هي ايش الالفا بت، وحكينا هاي ايش اللي هي الترانزيشن، اوكي، وحكينا الاس اللي هي ستارت، والاف اللي هي الفاينل، تمام. اذا هي تشبه الفاينايت اوتوماتا نفسها تقريبا، تمام، بس في عندها زيادة أشياء. إيش الزيادة الأشياء اللي عندها؟ بحكي لك أنا سمح لك إنه أنت، تمام، أنا سمح لك إنه أنت تعمل الترانزيشن أكثر من حرف، يعني أنا عادي أجي أحكي له A B A، تمام، إذا هاي صح عنده. كنا بالفاينايت أوتوماتا فقط نرسل حرف واحد بس، الفاينايت اوتوماتا مش مسموح لك ترسل اكثر من حرف، بس حرف واحد، تمام. في الترانزيشن جراف حسنوها، صار في انه انت اكثر من حرف، تمام. طيب غير انه انت اكثر من حرف، صار انت بتقدر انه انت ترسل اللمدة، هاي برضو صحيحة. بالفاينايت اوتوماتا كان اللمدة، اوكي، هاي غلط وهاي غلط، كان اللمدة هاي غلط بالفاينايت اوتوماتا، تمام. هاي ايش اف اي، وهاي ايش تي جي، ترانزيشن جراف، اوكي. اذا هاي الطريقة حكينا مسموحة وهاي مسموحة، ونفس الموضوع كمان ايش هو انه احنا صار مسموح انه انا اذا اجاني ايه ممكن اني انا اروح على ستيت، تمام، واذا اجاني ايه بنفس المكان ممكن اروح على ستيت ثانية، اوكي. اذا حكينا هاي ممكن انه احنا نشوفها بالنون ديترمينستيك، تمام، بس انه احنا بدي اورجيكم اياها بالترانزيشن جراف، وراح اورجيكم اياها كمان بالنون ديترمينستيك، اوكي. اذا هاي برضو مسموحة. طيب اذا احنا فهمنا شو الاشياء اللي عندنا، نفس الاشياء الفاينات اوتوماتا اللي عندنا، بس انه صار انا عندي امكانيه اني انا ابعت لمدا، صار عندي امكانيه اني انا جتني ايه اوديها اكثر من مكان، وصار في عندي امكانيه ايش انه انا، ثواني بس احط الشاحن، صار عندي كمان انا امكانيه انه ابعت اكثر من ترانزيشن ولمدا. طيب اذا اوكي، طيب اوكي، اذا احنا خلص فهمنا شو يعني ترانزيشن جراف. اذا هلا خلينا نيجي على مثال. لو نيجي احنا اجي احكي له انا انيو، لو جيت حكيت له بدي اياك تعمل لي ماشين، تمام، اعمل لي ترانزيشن، اوكي، اعمل لي ترانزيشن جراف بتقبل مثلا مثلا that accept، اوكي، تقبل لي مثلا بي اي اي، اوكي، بس اعمل لي ترانزيشن جراف تقبل لي هاي الكلمة. طب انا ايش باجي بعمل؟ باجي بحكي له start.
طيب بما انه انا في عندي ستارت وبس بده هاي الكلمة، وانا مسموح لي بالترانزيشن، طبعا الالفابت عندي ايش هو اي بي، وانا مسموح لي بالترانزيشن جراف، اوكي، اني انا ارسل اكثر من حرف، معناته باجي برسل له بي اي اي وباجي بوديه على الفاينل وبس. خلص هيك انا خلصت الترانزيشن جراف اللي عندي. اذا انا ايش الكلمة اللي عندي؟ الكلمة اللي عندي بي اي اي، بفوت على الستارت اجاني بي اي اي، وين بروح؟ على الفاينل. انا بالفاينل وانتهت الكلمة، اذا اكسبت. اوكي طيب لو بدي اجي اعملها بالفاينايت اوتوماتا، اوكي ايش داري اعمل؟ باجي بحكي له هون، لو اجيت حكيت له مثلا بالاف اي، باجي بحكي له ستارت، انا قرأت اول اشي ايش؟ اول حرف بدي اقرأه بي، ثاني حرف انا بدي اقرأه اي، ثالث حرف انا بدي اقرأه ايه، وبعدين بودي على الفاينل. فلاحظوا كيف هاي هي الفاينايت اوتوماتا، تمام، تبعت اللانجوج هاي، وهاي الترانزيشن جراف. فشوفوا كيف انه الترانزيشن جراف بيسهل اكثر. طيب لو اجينا لمثال ثاني، تمام، اجيت حكيت له انا بدي مثلا، خلينا هون، اوكي لو اجيت حكيت له انا مثلا بدي ترانزيشن جراف مثلا ذات اكسبت، تقبل لي ايش؟ تقبل لي مثلا، خليني اجي اعطيكم هاي الريجولار اكسبريشن وانتو المفروض انكم تعرفوا، اذا هيك راح ينزل عندنا لتحت. المفروض انا اذا اعطيتكم هاي الريجولار اكسبريشن المفروض انت تعرف ايش هاي خصائص هاي اللغة، لأنه احنا خلص يعني حتى هذا المثال كمان شرحناه. طيب إذا هاي الـ regular expression هاي ايش بتقبل؟ هاي بتقبل at least double letter، تمام، سواء A أو B، يعني لازم يكون في عندي double letter، أنا لازم، أوكي، يا A يا B، تمام. أوكي طب هاي إذا بدي أنا أعملها بالـ transition graph، خليني أجي أحكي له أنا هيني start. طيب انا بالستارت هلا هو لازم انا ايش اعمل؟ لازم اقبل اي اي، اوكي، لازم اقبل اي اي، او عفوا لازم يكون عندي بالكلمه يا اي اي يا بي بي، عشان انا ايش اقدر اتحكم فيها. طيب كيف بدي اتحكم؟ انا بدي امسك اول ايش، بدي امسك اول حرف، بدي اجي احكي له انا اول حرف هذا انا قرأ لك، ايش بدي اعمل؟ خليك مكانك. ليش؟ هلا بحكي لكم ليش. طيب خليك مكانك وانا قرأت حرف من البي، فاذا ايش؟ خليك مكانك، صح؟ اوكي طيب هلا انا هون ايش باجي بحكي له؟ باجي بحكي له يا اي اي يا بي بي، وباجي هون بعمل فاينل، وباجي هون بحكي له اذا اجاك اي او اجاك بي خليك مكانك. طيب انا ايش عملت هون؟ انا هون حكيت له انا اذا اجاني اي او اجاني بي خليك مكانك. طيب اذا اجاك اي اي اقبل، اذا اجاك بي بي اقبل. طيب هاي ليش حطيتها انا؟ هاي حطيتها عشان يغطي احتمالات ايش؟ يغطي احتمالات ايش؟ اي احرف يجيني قبل الاي اي. كيف يعني؟ يعني انا لو عندي، لو انا اجتني الكلمة مثلا بي بي اي بي اي بي بي مثلا على سبيل المثال، هل هاي الكلمة، اوكي، هاي الكلمة ضمن ايش؟ ضمن الخصائص، ضمن خصائص اللغة، اوكي، انه بتحتوي على عدد اللتر، اوكي، اذا صح. طيب اذا ضمن الخصائص هاي، ضمن خصائص اللغة هاي، فمعناته لازم تقبل. طب خلينا نشوف كيف بدها تقبل. إذا جيت هون أنا حكيت له إذا بيجيك A خليك مكانك، عفوا إذا بيجيك B خليك مكانك، أوكي أنا هيني B، جاييني B خليني مكاني. طب إذا أجاني B برضه خليني مكاني. طب إذا أجاني A خليك مكانك. طب إذا أجاك B B إيش تسوي؟ بتيجي هون على ال B B، أوكي، وين بتوصل أنت؟ على الفاينل. أنا وصلت الفاينل وانتهت الكلمة، إذا صح. طيب ليش حطيت
الشاطئ البحري، ليش حطيت الاي اور بي واخر اشي؟ عشان يغطي احتمالات انه اذا اجاني بعد البي بي، يعني لو انا في عندي كلمة اي بي 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 اي بي اي مثلا، عندي هاي الكلمة، اوكي هاي الكلمة من وين انا بطلعها؟ انا من الستارت قرأت ايش؟ اول اشي قرأت اي اي، اذا قرأت اي اي هيني، اوكي. طيب انا قرأت بي بي، او مش هيك، ممكن انت تيجي تحكي له انا قرأت اول حرف، اوكي قرأت ايه، انا قرأت ايه، تمام. طيب رجعت كمان، ايش عندي حرف ايه، اذا قرأته، اوكي تمام، ما عندي مشكلة. انا وصلت عندي بي بي، انا هون قرأت بي بي، وين بروح؟ بروح على الفاينل. طيب انا بالفاينل اجاني بي اي بي اي، بي اي بي اي هاي بقدر اطلعها من هون، ليش؟ اجاني بي، خليني مكاني بالفاينل، بالفاينل. طيب انتهت الكلمة؟ لا، مثلا انا هون انتهت الكلمة، لا لسه. طب اجاني بي، طيب اوكي، بعدين اجاني ايه. فاذا الفكرة انا حطيتهم هدول قبل وبعد عشان يغطوا جميع الاحتمالات. طيب هاي الرسمة بالترانزيشن جراف. اذا بدي اجي ارسمها انا بالفاينايت اوتوماتا، اذا بدي اجي ارسمها بالفاينايت اوتوماتا، ايش كنا نعمل احنا؟ كنت اجي احكي له مثلا اجاني ايه واجاني بي، اوكي. طيب اذا هذا هون انا اذا اجاني ايه واجاني بي، بعمل مثلا هون ستيت وهون كمان ستيت، اوكي. وهون بحكي له اذا اجاني ايه واجاني كمان ايه، ايش بتعمل؟ وديني على الفاينل. وهون اذا اجاني بي وديني على الفاينل. وانا هون لاحظوا كيف، انا هون اجاني بي، اوكي. طب اذا لما يجيني ايه وين بدي اروح؟ راح اروح هون، عفوا، اذا اجاني ايه راح اجي هون، واذا اجاني بي راح هيك هيك بي. اذا شوفوا ما كيف انه الفاينايت اوتوماتا كبيره، برغم عن انه الترانزيشن جراف صارت اصغر، تمام. طيب لو مثلا جيت اعمل صفحه جديده، اوكي، جيت حكيت له مثلا انا هون مثلا بدي اياك تقبل لي، مثلا تقبل لي ايه، مثلا عندي جمل، عندي عفوا عندي لغة، اللغة هاي بدي اياك تقبل لي خصائص اللغة هاي، انه بتقبل لي مثلا حرف ايه وحرف بي ومثلا ايه بي ايه بي، وبتقبل لي كمان مثلا بي ايه و اي بي على سبيل المثال. اذا انا عندي هاي بتقبل هاي الحكي هذا كله، ايش باجي بعمل؟ باجي بحكي له بكل بساطة انا هاي الستارت، اوكي، اجاني ايه، ايش تيجي تعمل هون على الفاينل، يا باجي بحكي له هيك اجاني ايه وبتعمل هيك، او اجاني بي، او اجاني اي بي اي بي، او اجاني، بس مش حتوفي معك. فشو بتيجي تروح تعمل له؟ بتيجي تعمل له ستارت، ايش تحكي له؟ اجاني ايه، او اجاني بي، او اجاني اي بي اي بي، او اجاني بي اي، او اجاني اي بي، ودي لي اياهم على الفاينل، اوكي، وهيك الامور بتكون تمام، اوكي. طيب لو جينا ناخذ اخر مثال، هلا انا بالفاينايت اوتوماتا شرحت الايفن ايفن ايفن بال شرحت الايفن ايفن بالفاينايت اوتوماتا، وراح اذكركم بالرسمه، اوكي. هاي كان هون مثلا الستارت والفاينل، بيجيني ايه هون ايه، اوكي، وهون 2 3 و4، اوكي، وهون بيجيني ايه، هون بيجيني ايه، وهون بيجيني بي بي، وهون بي، وهيك بي. اذا هاي كانت رسمة الايفن ايفن، تمام. طيب بالترانزيشن جراف لو نيجي نرسمها، لو نيجي نحكي له هون بالترانزيشن جراف، بالترانزيشن جراف لاحظوا كيف باجي بعطي مثلا انا ستارت وفاينل بنفس المكان، تمام. طيب ايش باجي بحكي له؟ انا باجي بحكي له بما انه ايفن ايفن، اوكي، باجي بحكي له مثلا اذا اجاني اي اي او اجاني بي بي، خليني بالفاينل واقبلني عادي، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه هون أنا لما كنت هون أنا بالستارت، أوكي، وكان يجيني إيه، كنت أروح هون ويجيني كمان إيه، هي بقبل. فنفس الفكرة هون راح يقبل، لازم يقبل،
تمام، زي ما هون بقبل بهون بده يقبل كمان. اوكي، فهي الفكرة ايش؟ انه انا اذا اجاني اي اي اوكي عادي، ليه؟ ليش؟ لانه لازم انا اغطي احتمال الاي اي. تمام، طيب اذا انا اجاني اوكي، اذا انا اجاني باجي بحكي له هون اي بي او بي اي، اوكي لازم ايش تيجي تعمل؟ تحط هون اي اي او بي بي، وهون بتيجي بترجع له اي بي او بي اي. طيب ايش فهمنا من هذا الحكي؟ هلا هون لاحظوا، لو انا كنت هون اوكي واجاني اي بي، طب انا هيني اي بي، طب رجع اجاني، هل اي بي مقبوله؟ لا، ليش؟ لانه اود اود مش ايفن ايفن. طيب انا كيف بدي اياها تصير ايفن ايفن؟ هلا اي بي هنا هون انا بالستارت اوكي اجاني ايش؟ اي بي، انا اجاني اي بي اوكي، انا هيني صرت هون، انا هون اجاني اي بي بوصل هون، فاي بي اي بي هي ايفن ايفن، فصح ترو. تمام، طيب انا هون لما خليت الاي اي والبي بي هون، ليش؟ لانه انا لما اكون بالستارت واقرا اي بي، اذا قرات اي اي وديته على الفاينل غلط، ليش؟ لانه صار عدد الاي، لاحظوا كيف هاي صارت اي بي وهاي ايش؟ اي اي، فصارت الكلمه هيك، الكلمه هاي مش مقبوله. اوكي، لازم يكون هاي اود اود، لازم تكون ايش؟ ايفن ايفن، فعشان اخليها ايفن ايفن لازم افوتهم على هون. تمام، يعني لو انا فتت هون ورجعت قرات اي بي اي بي، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي 2 بي ويصير عندي 4 اي، فراح تصير ايش؟ اكسبت. اوكي، فهاي فكره الايفن ايفن، وهاي فكره الترانزيشن بشكل عام، انه هي شبيهه. هلا هي مش فاينايت اوتوماتا، هي ماشين طلعوها بعد الفاينايت اوتوماتا وسموها ترانزيشن جراف. اوكي، يعني زي كيف تحكي سي وسي بلس بلس، نفس الفكره. اوكي، فهاي فكره الترانزيشن جراف، وكيف انه انا بقدر انا اقلل عدد الستيت اللي عندي باني انا برسل اكثر من حرف وبودي اكثر من حرف. تمام، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، ويعطيكم الف عافيه.